بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدين الكرام عبر شاشة تراس ساعة مبارك لتابعون برنامج رمضان القيم. هذا البرنامج يسلط الضوء على مواضيع كثيرة، ولكن أولا وأخيرا أحب أتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني لمشاهدينا الكرام. لا شك أن هذا الشهر رمضان هو شهر الخير، شهر الصدقات، شهر الكرم، ومن خلاله نحب نوجه لعناية سادنا المشاهدين بأن استثمار هذا الشهر لابد أن يكون من هذه اللحظة ومن أول ليلة من ليلة رمضان. أسأل الله العظيم القبول لنا ولكم عبر هذه القناة المميزة. موضوع حلقتنا اليوم راح يتكلم عن رمضان والقرآن. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ عبد الله العازمي. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا أخي سالم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن استفادة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين أمامكم. بلا شك شيخنا الغالي، من خلال موضوع الحلقة اليوم جدا مميز وهو رمضان والقرآن، أول سؤال ولابد أن يخطر على بال كل إنسان وبالتحديد المسلمين شيخنا الغالي، كيف يستقبل المسلم رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على شرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى آله وصحبه الكرام. ثم ما بعد، فابتداء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأنه كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. بادي هذه بدء أخي سالم، تقدم بجزيل الشكر لبرنامجكم القيم رمضان القيم، الذي حقيقة اسم على مسمى، فهو فيه من القيم وزرعها للناس كافة، فجزاكم الله خير على هذا البرنامج، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. حديثنا أخي سالم عن كيف يستقبل المسلم رمضان. أول أمر أن رمضان له مزية عن باقي الشهور، كما ذكر الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن العجيب ومن الأمور التي يتعجب بها الإنسان أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، فكان خير الشهور، ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام فكان سيد الملائكة، ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان سيد ولد آدم، ونزل في مكة فكانت أفضل البلدان، ونزل في ليلة القدر فكانت أفضل الليالي. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، لو نزل على صدر أحدنا لغيره. القرآن أخي سالم له مزية عظمى، إن هذا الشهر كما ذكر الله عز وجل له مزايا وله أمور. كيف يستقبل الإنسان منه رمضان؟ أعظم أمر أخي سالم ما يستقبل به رمضان التوبة لله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا. والسؤال الذي يطرأ مباشرة، هل الذي يتوب هو الفاسق؟ هو أهل المعاصي؟ لا شك أن كل من يفعل معصية يتوب، لكن أيضا أهل الإيمان يتوبون، لأن الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يذكر غيرهم، لأن التوبة هي عمل اليوم والليلة. صحيح. أحدنا أخي سالم في عمل معين تجده يعيش هذا العمل في كل يوم، التوبة كذلك عبادة عظيمة جدا. فأول أمر التوبة لله عز وجل. الأمر الثاني أخي سالم، وهذا أمر مشاهد حقيقة، هو أن يعد الإنسان العدة لرمضان. كيف يعد العدة؟ جدول يجعل له بتلاوة القرآن وإطعام الطعام وصلة الأرحام، فإن في رمضان لها صلة أرحام، في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث يصل الإنسان رحمه. إما بالتواصل المباشر أو بالتواصل عبر الهاتف وغيرها مما يعني يكون بها من الإجراءات الاحترازية وغيرها. إذن الإنسان يعيش في رمضان دورا عظيما. رمضان شهر يتغير وشهر يمر ضيفا سريعا، بل قال الله عز وجل أياما معدودات، فهي يوم أو يومين ذهب. وأعجب ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، قاله الحسن البصري رضي الله عنه إنما أنت أيام، إن ذهب يوم ذهب بعضك. وقال عبد الله بن مسعود ما حزنت على يومي غابت فيه شمس نقص فيه من أجلي ولم يزدد فيه من عملي. رمضان فرصة عظيمة أخي سالم، ينبغي علينا أن نستغله أشد الاستغلال. زين شيخنا الغالي، أنا بتكلم على موضوع جدا مهم، وأن يعني أنت عارف أن رمضان هو فئات عمرية ما بين الكبار الصغار وأيضا الشباب. بعض الأشخاص يقول لما أنا أترك ليلة أول ليلة من رمضان، هل معناته أني أنا خلاص ما أدركت رمضان؟ أحسنت، بارك الله فيك أخي سالم، هذا سؤال جيد ومبارك، لنعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله فرضه
واحتسابا يحتسب على الله عز وجل عند صيامه وقيامه أن يفعل هذا الأمر، لكن له أجر وفضيلة عظيمة لمن قام ليالي رمضان كاملة، وله مزية عظيمة وفضل كبير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا كثير أخي سالم يغفل عن إنسان في أول ليلة من رمضان، إذا غابت الشمس وأعلنوا على التلفاز أنه غدا أول ليلة من رمضان أو غدا أول صيام يوم من رمضان، فإن من أذان المغرب دخلنا في رمضان. حتى الأجر وقراءة حتى الأجر والقراءة بل والقيام أيضا، لأن في أول ليلة نصلي تراويح، فإذا هنا قيام الليل إيمانا واحتسابا كاملا، فيغفل كثير من الناس عن هذا الأمر العظيم. ثم بعد ذلك أن الإنسان ينغفل عن جانب معين، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان أو إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وأغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كثير من الناس أخي سالم مع الأسف الشديد يقصر العمل في رمضان، مع أن نريد أكبر من ذلك وأجل من ذلك، ألا وهو السعي إلى الخير والبذله معه. الله يجزاك خير شيخ. بلا شك أن أيضا أنا بحاول أني أستفيد كل يعني من خلال قراءة القرآن ومن خلال رمضان، في ناس كثيرة يقولك أنا من الصعب علي قراءة القرآن، وأخشى أني لما إذا قرأت القرآن أكون أخطأ في قراءة. أحسن الله لك أخي سالم، ولا شك أن قراءة القرآن كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال الله عز وجل عن جبريل قال نزل به الروح الأمين، إذن هو روح هي حياة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هناك مزايا للقرآن، أعجب ما في القرآن سطوته على القلوب بلا استئذان. القرآن عجيب، حياة، حياة للقلب ومدارسة للقلب وحياة، لكن الشيطان دخل لنا أخي سالم مدخلا عظيما، ألا وهو إيش؟ يأتي أحدنا يفتح المصحف ويأخذ به إلى آية معينة، فإذا قال قل أطي يتتعتع في القرآن صحيح، ويخشى في نفسه يقول في نفسه أني لو أخطأت في هذه الآية علي ذنب، ولا يعلم هذا أن هذا الفعل له أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجر، ليس أجر واحد إنما أجران، يعني هو يضاعف ويزيد عن الناس بهذا، لكن الشيطان دخل عليه من هذه الوسواس، يقول له لا أنت إنسان مقصر، أنت إنسان قد تأخذ من ذلك الذنب، ولا يعلم أنه بالقراءة هذه قد يزيد فيه من الأجر. أتكلم على موضوع الأجرين، يليت تنوهنا عليه أو شوي نعطي معلومات. أحسنت بارك الله فيك. الأجر هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. ونأتي إلى حسبة سريعة أخي سالم، 20 صفحة مقدار جزء في القرآن، الصفحة الواحدة فيها 15 سطر، وكلمات كلها تقريبا ما يقارب في الجزء الواحد 4,900,000 حسنة في جزء واحد يقرأه الإنسان، والله عز وجل ذو الجود والكرم يضاعف لمن يشاء، وهذا له أجر، له أجر، وذلك فضل الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، لكن الإنسان يعني نقدر نقول هي بشارة لكل إنسان يتأتئ للقرآن، لا شك بأن أجرك شك مكتوب ويضاعف اثنين ويضاعف اثنين. زين شيخ الحين أنا أخذت القرآن ومسكت الحين فتحته وكان عندي القراءة بالطريقة هذه ما حركت شفتي ولكن فقط في النظر، هل لي الأجر؟ أحسنت أحسنت، هذه لفتة جميلة ومباركة أخي سالم. بعض الناس يغفل عن حاجة مهمة ألا وهي تحريك الشفتين، وتحريك الشفتين مطالب بها أي حركة اللسان له الأجر، وقد سئل الشيخ بن باز عن هذا الأمر فأجاب عليه رحمة الله أن الإنسان الذي لا يتحرك شفتيه إنما يقرأ بقلبه ليس له أجر، وهذا حرمان كبير وضيع. لا نطلب من الإنسان أن يجهر به أخي سالم الجهر العظيم والكبير بحيث يؤذي من كان بجانبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رافعا صوته بالقرآن، وأبو بكر خافت فقال اخفض يا عمر وارفع يا أبا بكر، إذن لا إلى الصوت العالي ولا إلى القليل، إنما هو ما يسمع
به نفسك. وهذا أيضا أخي سالم باب الشيء بشيء يذكر بعض الناس إذا دخل الصلاة يؤذي من جانبه بشدة رفعه للصوت وربما تسمع دعاءه في السجود. نعم. وهذا خطأ كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن هذا الأمر فيه من الأخطاء. إذا أنا بتكلم عن آداب قراءة القرآن، أكيد معك أنت راح تكون تعطينا بعض شيخنا الغالي آداب القرآن، ولكن نبيها بعد الفاصل. أحسنت مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نحن بنتظاركم. وللقرآن ارتباط وثيق بالصيام عموما وبرمضان خصوصا، فكلاهما يصفي الروح ويجلو القلب والعقل، والقيام بهما معا له شأن من الحلاوة والراحة. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن فقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء، وبالتحديد برنامج رمضان القيم. شيخ عبد الله، احنا وقفنا عند آداب قراءة القرآن، لا شك انه من خلالك ومن خلال برنامجنا هذا وحلقتنا اليوم تتكلم عن رمضان والقرآن، هناك آداب خاصة لكل من يقرأ ويمسك القرآن الكريم. أحسنت وبارك الله فيك أخي سالم. لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل له مزية وله آداب ينبغي للإنسان أن يتعلمها. أول هذه الآداب أن الإنسان لا يأخذ المصحف إلا وهو على وضوء، ومس المصحف نتكلم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى أو أخذ المصحف فينبغي عليه أن يكون على طهارة. والعجيب والأغرب من ذلك أن بعض الناس يظن أن قراءة القرآن أيضا على وضوء، وهذا خطأ. قراءة القرآن تختلف عن مس المصحف، فإن الإنسان قد يكون حافظ فيتلو القرآن بلسان، هل يشترط عليه أن يكون على وضوء؟ نقول لا، إن مس المصحف أن يكون على وضوء. من الأداب أيضا في تلاوة القرآن أن يكون الإنسان بصوت هادئ منخفض، لا العالي الشديد حتى يزعج. حتى يخبرني بعض الناس في موقف في صلاة الجمعة، يدخل بعض الناس إلى صلاة الجمعة، وتعلم يوم الجمعة عادة يقرؤون سورة الكهف، فقبل أن يصعد الخطيب تجد الناس ما شاء الله يقرؤون القرآن، لكن هناك بعض الناس أصواتهم عالية تضر إنسانا يقرأ القرآن فلا يستطيع أن يكمل هذه السورة، وهذا خطأ عظيم وضرر على غيره. والأداب أيضا في قراءة القرآن كثيرة وليس مجال للحديث. شيخنا الغالي، أنا بتكلم على ملاحظة جدا مهمة، وإحنا نلاحظها أن ما شاء الله كل من يحفظ القرآن تكون ذاكرته جدا قوية، فيعني إحنا نقول العكس، من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن هل راح يحافظ على ذاكرته على مدى الحياة دام هو عايش؟ أحسنت وبارك الله فيك. هذا ذلك فضل الله يؤتي فضله من يشاء. الله سبحانه وتعالى ذكر في قول الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم استثنى الله عز وجل صنفا واحدا إلا الذين آمنوا. إذن الله جل وعلا كما قال ابن عباس في تسفير أسفل السافلين، قال هو أرذل العمر، كما قال الله عز وجل في سورة فاض أرض لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا، وقال الله عز وجل في سورة أخرى من بعد شيبا وضعفا. فإذا الإنسان إذا طال به العمر قل ذاكرته وقل فيها، إلا كما ذكر ابن عباس إلا الذين آمنوا، أي الذين يقرؤون القرآن يعني وحفظوا القرآن، يجد أخي سالم من البركة أنه يحفظ الله عز وجل عقله، في الغالب أنه لا يصاب بخر وقد يصاب أيضا، لكن الله عز وجل يحفظ هذا الصنف بما حفظ به القرآن. وكما قلنا أخي سالم أن القرآن يحفظ الإنسان له من بين يديه، وقال الصنعاني أيضا تعليقا على هذا قال: أهل القرآن لا يصابون بالخرف ولا شدة الهرم بهذا الجانب. الشيخ عبد الله، أنا بتكلم على إلا الذين آمنوا، تفسيره هني حفظ القرآن الكريم؟ أحسنت، هو حفظ القرآن الكريم وتلاوة أيضا لابن عباس كما ورد في بعض جهات التفسير لهذا الأمر. إذا شيخنا الغالي، الحين البيت اللي لا يقرأ فيه القرآن، وأنا إن شاء الله أني أكون صعب، ما في بيت بالمسلمين ما يقرأ فيه القرآن، ولكن من باب التنويه، البيت اللي لا يقرأ فيه القرآن شنو وضعه؟ أحسنت بارك الله فيك أخي سالم. لا شك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا: إن الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخلف. وصف الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان الذي ليس في جوفه قرآن بالبيت الخلف. طيب، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن
من باب أولى أنه من الخير. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أن يخبر الناس ويعلم الصحابة رضي الله عنهم بأن يقول، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أن السنة أن تكون الصلاة في البيوت الصلاة النافلة، ليست الصلوات الخمس. نعم. لو هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. فالإنسان إذا قام بتلاوة القرآن في بيته يجد البركة والسعادة. بل يخبرني بعض الناس أنه كلما كثر تلاوة القرآن استراح الإنسان. لماذا؟ لأن مكان مهبط الملائكة في هذا البيت، وإذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين، وإذا ذهبت الشياطين أخي سالم ماذا ذهب؟ ذهبت المشاكل. كثير من البيوت أخي سالم تعاني من المشاكل ومن الهموم ومن الوساوس، وسبب ذلك يسير على من وفقه الله عز وجل، ألا وهو تلاوة القرآن. وقال الله عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يقل دواء. وفرق أخي بين الدواء والشفاء، الدواء قد تستعمله ولكن قد تشفى وقد لا تشفى، إلا القرآن فهو شفاء، لكن ليس لكل أحد، لمن أخذه بيقين واستعان بالله عز وجل. الشيخ الغالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. الله أكبر، الله أكبر. طبعا لا شك ولا ريب أن الصلاة قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما نزل الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وصى وصيتين عظيمتين. ماذا وصى؟ وصى قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بالصلاة، الصلاة هي صلة الإنسان بربه عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها يا بلال. من كانت هذه حياته ومن كان منهجه القرآن وحياته القرآن تغير الإنسان. بل هناك من الناس أخي سالم تراه قرآنا يمشي على الأرض بأخلاقه بأفعاله بطيب كلامه، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يفعل ما يأمره الله عز وجل ويترك ما نهى الله عز وجل. أقيم الصلاة أقام الصلاة، آتوا الزكاة يؤتي الزكاة، لا تقربوا الزنا دع الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا ترك الغيبة. قرآن يمشي على الأرض، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من يا رسول؟ قال أهل الله وخاصة. من هم أهل الله عز وجل؟ الذين يعملون بالقرآن. إذن القرآن أعجب ما فيه سطوته على القلوب بلا استثناء، يدخل القلب ويؤثره ويغير إنسانا كاملا. لا شك شيخنا الغالي من خلال القرآن وأثره على الناس أيضا هناك أثر خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن لها تأثير كبير على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر أنا بتكلم فيه بعد الفاصل، ولكن أبيك تعطيني أقل من 10 ثواني. أهمية القرآن لا شك أنه في رمضان جدا كبيرة، وأهمية القرآن في رمضان ليس فقط في القراءة وإنما أيضا في الحفظ وتلاوة هذا القرآن. أبتكلم عن هذه المواضيع ولكن تسمح لي بعد الفاصل. حسن مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بانتظار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة ثراء وبالتحديد برنامج رمضان الغيم. شيخ عبد الله من خلال الجزء الأول والجزء الثاني من البرنامج تكلمت ان القرآن غير، القرآن غير. أبتكلم ليش حددت وغيرهم القرآن؟ دائما تستخدم المصطلح هذا، فمن خلال هذا الكلام أبي أعرف شنو تقصد وغيرهم القرآن. بارك الله فيك أخي سالم. هناك أصناف من الناس غيرهم القرآن فجعلهم من ظلمات المعاصي أو ظلمات لا يعرفون فيها إلى أن كانوا أعزة في الإسلام، ورفع الله عز وجل قدرهم بهذا القرآن العظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى 40 سنة فأنزل عليه القرآن فكان سيد ولد آدم. إذن هذا القرآن كلما ارتبط بإنسان رفع شأنه، وكما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن غير أناس. هناك آيات أخي سالم مفاتيح للقلب، يفتح الله عز وجل قلوب عباده، فيهدي الله عز وجل من يشاء ويضل الله عز وجل من يشاء بحكمته وعدله جل وعلا. إذن هناك بعض الأمور التي يكون الإنسان بها موفقا ومسددا إلى أن يغير القرآن. لا شك أول سؤال أقول لك يا بعد مصطلح غيره من القرآن هو قدوتنا في الحياة الدنيا والآخرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القرآن كان له الأثر الكبير على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أثر القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أخي سالم تغير تغييرا عظيما.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويصلي بالقرآن حتى تتفطر قدمه، كما أتت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، تقوم في الليل وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرات عظيمات: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف غير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تدبره؟ هذا قصة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود من الصحابة وهو أقرأ الصحابة رضي الله عنه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. فماذا أجاب هذا الصحابي من تواضعه وأدبه رضي الله عنه؟ قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أريد أن أسمعه من غيري، أو أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، كفى؟ أو قال له، أشار إليه بيده، فقال ابن مسعود رضي الله عنه فرفع عينيه إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه وخشع بكلام الله عز وجل لما تذكر اليوم العظيم الذي كل رسول يشهد على أمته. فقال الله عز وجل: حتى إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل وصلى بأعظم آيات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هذه الآيات الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات العظيمة في خواتيم سورة آل عمران أنزلها الله عز وجل وتدبرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ولم يتفكر فيها أيضا. وأنصح أخي المشاهد أن ترجع إلى جزء من تفسير هذه الآية، لأن القرآن لم ينزل ليهذ هذا، إنما ليتدبروا آياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مواقفه كثيرة بالتأثر، بل قام في ليلة من الليالي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الليل كله بكم؟ بسورة أو سورتين أو ثلاث أو أربع. قام الليل كله بآية واحدة، ما هي الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية قالها عيسى بن مريم ويقولها يوم القيامة عندما يخاطبه الله عز وجل ويقول له الله عز وجل في خواتم سورة المائدة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. فقال بعد ذلك قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهناك آيات في القرآن مفاتيح للناس تغيرهم، فكيف غير القرآن؟ لا شك شيخنا الغالي الله يجزاه خير حتى على الاستطراء هذا وعلى الأثر القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الخلفاء الراشدين الفاروق عمر بن الخطاب كان له الأثر الكبير، حتى القرآن يعني كان له أثر جدا خاص على حياة عمر بن الخطاب. أحسنت، بارك الله فيك أخي سالم. كيف غير القرآن عمر بن الخطاب؟ هناك أناس غيرهم القرآن، منهم عمر رضي الله عنه. عمر عاش 63 سنة، وهذه من الأمور العجيبة، موافقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن الخطاب. مات النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 63، وأبو بكر في ثاني سنة 63، وعمر في السنة 63. نصفها كان في ظلمات الجاهلية ونصفها كان بعز الإسلام، فكان عمر الفاروق رضي الله عنه. قصة إسلام العمر الصحيحة الثابتة في صحيحين أن عمر رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وانظر يا رعاك الله إلى آية تقرأ تسمعها من قارئ لا تعرفه، آية واحدة هي مفتاح قلب عمر. كم من آية مرينا عليها بسماعها وبتلاوتها أو إمام مسجد أو سماع على تواصل اجتماعي بآية معينة فتحت قلوب. اسمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت قلبه، دخل ومر وهو في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي،
فمر عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة حتى إذا بلغ إنه لقول رسول كريم. فقال عمر في قلبه: قلت قول شاعر. فقال الله عز وجل موافقة له: وما هو بقول شاعر؟ قال: لما تؤمنون ولا بقول كان. قال عمر: قلت في قلبي أنه قول كان. قال: ولا بقول كان. قال: لما تذكرون. قال عمر: فانشرح صدري ووقع عنه كلام رب العالمين. قال: فالله عز وجل قال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو: إنه لقول رسول كريم، إنه لتنزيل من رب العالمين. إذن القرآن له أمور عجيبة غيرت بها حياة عمر رضي الله عنه تغييرا عجيبا، حتى كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك غيرهم القرآن فكانوا من أعلى المراتب. أيضا في من الصحابة جبير بن مطعم، كان له الأثر أيضا في تأثير القرآن عليه. أحسنت أحسنت أخي سالم، ولا شك أن القرآن يسمعه الناس فيتختلف. أنا شيخ بالإضافة إلى إجابتك أبيك تعرف أيضا مشاهدين الكرام من هو جبير بن مطعم. أحسنت، جبير بن مطعم العدوي القرشي ومن قريش، وكان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. فكان الإنسان دائما يختلف، إنسان سمع القرآن عن بعض، فبعض الناس يسمع القرآن وهو يفهم معناه، وبعض الناس يسمع القرآن وهو لا يفهم معناه. أيهم أشد تأثيرا؟ لا شك أن الذي يسمع القرآن ويعرف معناه يتأمل ذلك. وهذا القرآن أنزل بلسان عربي. من هم العرب؟ هم الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون معانيه ودقائقه، حتى يعرفون الشعر، وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أجمل قصة جرت في إسلام جبير بن مطعم وكيف غيره القرآن. مرة في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، وكان في وقت صلاة المغرب وهو لم يسلم، حتى قيل أنه كان ربط في سارية من السواري. وكان مرة أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فطار قلبي وفزع من هول هذه الآيات، فغير القرآن حتى كان صحابيا جليلا. كيف غيرهم القرآن؟ غير أناسا منهم الفضيل بن عياض وهو إمام التابعين. كان رجلا يقع في بعض ذنوبه كلما يقع به أي إنسان، وكان في ظلمات المعاصي حتى وقع بمعصية السرقة، وكان قفز على سور من السواري فوجد إنسانا يصلي، دخل على البيت يريد أن يسرق، فرأى الرجل يصلي، فكانت هذه الأذن الذي جعلت تسمع هذه الآية ففتحت الله وفتح الله عز وجل قلبه. ما هذه الآية؟ قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بدأت حياة فضيل بن عياض حتى كان إمام للتابعين وإمام الواعظين بعد ذلك، فكان يصلي من الليل ويتلو قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. إذن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شيخ الغالب نطلع احنا فاصل، وان شاء الله الجزء الاخير راح نكمل على موضوع اثر القران على بعض الصحابه وبعض ايضا من حياتنا اليوميه. لا شك ان من خلال حياتنا اليوميه وناس ايضا كثار حاولوا انهم يقرؤون القران وايضا تاثروا من خلال هذه الايات. بعد الفاصل احنا بنتابعكم. ما احسن قراءه القران للصائم في رمضان، وما ألذ حروفه في اللسان وألطف وقعها على القلوب. حينما يفرغ البطن ويصفو العقل من كدر المأكولات والشهوات، يكون للقرآن طعم آخر. فالطعام والشراب والشهوة تكسب القلب قسوة والنفس غفلة والجوارح ثقلا وكسلا، فيأتي الصيام ليقدح الفكر ويذهب الغفلة وينقل القارئ الصائم إلى التفهم والتدبر والمعرفة ورقة القلب. وهذه الحال التي يمكن للقارئ الاستفادة منها.
مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة راء وبالتحديد برنامج رمضان القيم. شيخنا الغالي، الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من البرنامج. لا شك أن القرآن له الأثر كبير أيضا في حياتنا اليومية. أيضا عندك بعض القصص اللي قلتي سالم بحرص على تلاوتها أو بحرص على ذكرها، شنو القصص الأخيرة اللي ودك تذكرها؟ أحسنت وبارك الله فيك. هناك قصص للقرآن والحديث به لا يمل، ولا لو نجلس يعني أخي سالم الأيام والشهور والسنين سوف يطال هذا الأمر ونجد لذة القرآن، لأنه كما قلنا حياة، فيحيا به الإنسان حياته كلها من أن ولد إلى أن يموت. هذا قصة إنسان جعله الله عز وجل وغيره القرآن حتى كان قارئ الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه هو الذي جمعه على صلاة التراويح، وكان أقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه. ماذا غير القرآن أبي لما حفظه وتلاه؟ أرسل الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل سورة اسمها سورة البينة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لما أنزلها الله عز وجل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأها على أبي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على أبي رضي الله عنه، فلما ناداه وأقبل إليه وجلس عنده وقال: يا أبي، إن الله أرسل جبريل ليقرئك هذه الآية. فبكى رضي الله عنه بكاء عظيما، قال: أو ذكر اسمي في الملأ الأعلى؟ قال: نعم. ثم بكى رضي الله عنه. فكان هذا تأثير القرآن وتغير أيضا، عفوا، في تغير أبي رضي الله عنه، حتى بدأ بعد ذلك الصحابي الجليل. كيف غيرهم القرآن؟ سالم مولى أبي حذيفة لما بدأ تغير القرآن عليه، وكان أيضا من القراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من القراء ثلاث: عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. سالم رجل من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حفظ القرآن والعمل به. سالم رضي الله عنه لما حفظ القرآن، كانت معركة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن أبي بكر الصديق، معركة اليمامة. هذه المعركة أخي سالم بدأ بها رأس، ويسمى رأس الردة آنذاك، هو مسيلمة الكذاب. بدأ الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أي مات النبي وخلفه أبو بكر الصديق، بدأ القتال. ففي المعركة هذه مات كبار القراء، لكن اشتد القتال بين المسلمين والكافرين. فلما بدأت بوادر نصر الكافرين على المسلمين، أعادت الناس إذا بدأوا بالهزيمة يشجع بعضهم البعض، فأتوا إلى سالم رضي الله عنه وهو كان حامل للراية، فقالوا: يا سالم، إياك أن نؤت من قبلك، إياك أن نؤت من قبلك، أي أن نهزم بسببك. ولماذا؟ لأن كان كل قبيلة أو كل عائلة لها مجموعة لها ولها أبناء يذودون عن، إلا سالم رضي الله عنه كان حاملا للراية، فقالوا: إياك أن نؤت من قبلك. فماذا قال؟ قال: بئس حامل القرآن أنا، بئس حامل القرآن أنا إذن. فبدأ رضي الله عنه يقاتل حتى قتل في سبيل الله. كيف قتل رضي الله عنه؟ كان حامل الراية بيمينه حتى قطعت يمينه، ثم حملها بشماله حتى قطعت شماله، ثم حضن الراية بيده وهو يتلو قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل في سبيل الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أولئك الله عز وجل أثنى عليهم وجعل لهم المنزلة العظيمة، آية فتحت قلب سالم حتى كان يتلوها بعد ذلك. كيف غيرهم القرآن؟ أنا أحييك والله يا شيخ على هذا الإبداع وعلى هذه القصص وعلى هذا الأثر الجميل للقرآن. لا شك شيخنا الغالي هناك نصائح قرآنية لابد أن نذكرها من خلال جزء الأخير في البرنامج. أحسنت وبارك الله فيك. أنا أحب أن أذكر قصة غير القرآن في أم سلمة رضي الله عنها. لما ابتليت أم سلمة بوفاة زوجها، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها آية واحدة، قال: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي في سورة البقرة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. التي قالتها رضي الله عنها قالت كلمة عظيمة، وهي التي فتحت هذه الآية قلبها، قالت: من مثل أبي سلمة؟ وهذه وقفة مع أخي سالم، بأن المرأة
تذكر محاسن زوجها. فقالت: من مثل أبي سلمة؟ من مثل أبي سلمة؟ ذكريات المرأة المباركة تذكر من زوجها المحاسن. وكم من مرأة ذكرت محاسن زوجها فبارك الله عز وجل فيها، وهي كلمة عظيمة ينبغي أن ترعي لها سمع كل امرأة مسلمة بذكر محاسن الزوج دون أن تذمه أو تعذرب به وأن يجعل بها الأمر العظيم. أم سلمة لما قالت هذا الدعاء رزقها الله عز وجل بخير الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رضي الله عنها بعد ذلك أما للمؤمنين، والله عز وجل سبحانه وتعالى له الخيرة في أمره سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل بعد ذلك. القرآن له حياة، والقرآن منهاج حياة. أنصح أخي سالم وأنصح نفسي وإخوتي المستمعين بأن القرآن نتلوه دائما ونعرف أحكامه وتلاوته ونعرف تفسيره أيضا ببعض الجوانب التي يختلف بها الإنسان. وحقيقة أخي سالم القصص في تغيير القرآن كثيرة، لكن ينبغي لنا أن نتوقف قليلا ثم نذكر الأحكام ونتعلم بها ونتوجه عليها حتى نستفيد أكثر. فكم من آية جعل الله عز وجل فيها الخير العظيم. سورة يوسف بدأ به الخصام من إخوته، ثم ابتلاه الله عز وجل بامرأة، ثم ابتلاه الله عز وجل بسجن، فجعله الله عز وجل أن مكناه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن أخي سالم القرآن منهاج حياة، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص، وليس مقصود القصص فقط نهذ هذا، إنما يعقلها أولو الألباب، وأولو الألباب أولو العقول. ماذا تستفيد من القرآن؟ ماذا تعمل به في حياتك؟ وكيف يغير القرآن؟ لا شك شيخ الغالي سؤالي نصائح قرآنية. احنا من خلال يعني حلقتنا هذه، من خلال ايضا لما تكلمنا عن يعني استقبال رمضان وأهمية رمضان وأهمية قراءة القرآن، الان ومن خلال السادة مشاهدينا ومستمعينا ايضا محتاجين بعض النصائح القرآنية لنستثمرها في هذا الشهر المبارك. احسنت وبارك الله فيك اخي سالم. لا شك ان نصيحتي الاولى أن يجلس الإنسان ويهذب نفسه قبل رمضان، بمعنى إذا دخل عليك رمضان فاجتهد واستعن بالله عز وجل على أخذ القرآن والجلسة بين يديه. لماذا أخي سالم؟ مرت علينا سنة ماضية، سنة كورونا، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدفع عنا البلاء وأن يرفعه. حرمنا من المساجد، سكرت أبواب المساجد، فلم نصلي بالناس لا الجمعة ولا الجماعة، فضاقت علينا أرواحنا وبدأت فينا أمور عظيمة حتى إن الإنسان لا يحزن. والآن من الله عز وجل علينا بأن نكون في المساجد، فالله الله بأن يرى الله عز وجل منا صدق العمل، وأن يرى الله عز وجل منا حسن العمل حتى يتوجه للقرآن. فأنصح نفسي أولا بأن يعين نفسه ويهذبها بأن يجلس في المسجد حتى يقرأ القرآن. ولكن قد يستعين الإنسان على أن الشيطان يوسوس له ويقول له: قلل قليلا وجاهد، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. النصيحة هو أن يستعين على قراءة القرآن، وأن يستعين على تفسير القرآن، ويستعين أيضا على الصلاة الصلاة الصلاة. شيخ من خلال تفسير القرآن، هل هناك كتب معينة أنت تنصح فيها، أو أن من خلال مثلا الكتب اللي احنا عارفين القرآن مثلا طبعا من مدينة منورة أو من مكة يكون هناك تفسير في القرآن، أو هناك كتب أخرى؟ أحسنت أخي سالم. تفسير القرآن لا شك أن تفسير القرآن له كتب كثيرة، ولكن هناك بعض التفاسير المختصرة النافعة، وهي مختصرات كثيرة، وأنفعها وأجودها تفسير الإمام ابن كثير، لأنه تفسير يسير، وهناك مختصر جميل مختصر له، وأيضا هناك من المختصرات النافعة المباركة يرجع لها كل إنسان ليستفيد منه. خلاصة ما تحدثنا عنه أخي سالم هو أن القرآن إذا دخل القلب أعمره، وإذا دخل القلب أنبته، وإذا دخل القلب غيره. النصيحة هو في رمضان أن يجعل في صلاة العشاء في جماعة، وصلاة الفجر في جماعة، وأن لا يدع قيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل، والفجر في جماعة فكان مقام الليل كله. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كل الشكر لك شيخ على هذه النصائح وعلى هذا الكلام الجميل، وأسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.